من رسم لوحة الموناليزا؟ عندما قام ليوناردو دافنشي بمباشرة رسم الموناليزا لم يكن يحل بباله بالتأكيد أن هذه اللوحة ستصبح الأشهر والأغلى ثمنا والأعلى قيمة في العالم، فحتى هو لم يحلم عندما قضى 7 سنين من حياته برسم هذه اللوحة أن هذه اللوحة ستصبح الأكثر إثارة للجدل في الوسط الفني، بل أن أشهر وأبرز النقاد والخبراء الفنيين في التاريخ سيكتبون دراسات مطولة عنها وعن سر جمالها وشهرتها ومكانتها. هناك العديد من النظريات حول سر شهرة الموناليزا، البعض يقول أن ليوناردو دافنشي قام عند رسم الموناليزا باستخدام طريقة مميزة بالرسم، حيث قام بتصوير الموناليزا من الجانب ومن الأمام، وهذا ما أعطى واقعية للصورة وجعلها تبدو أقرب للحياة، حيث أن هذه التقنيات في الرسم أصبحت شائعة في يومنا هذا لكنها لم تكن معروفة قبل هذه اللوحة. وهذا ما دفع البعض للقول أن هذه اللوحة هي أول لوحة ثلاثية الأبعاد في التاريخ. أمر آخر، يعتقد العديد من النقاد أن سبب شهرة لوحة الموناليزا هو تعابيرها المبهمة والغامضة، فقد اندلع جدل كبير منذ عرضت الرسمة حول ما إذا كانت الموناليزا سعيدة أم حزينة، حيث يبدو أن دافنشي تعمد عند رسم الموناليزا إضافة طابع من الغموض عليها لإثارة فضول الناظر، وقد قام العديد من العلماء بدراسات عديدة حول هذا الأمر، ربما آخرها دراسة من جامعة فرايبورغ بألمانيا أكدت أن الموناليزا سعيدة وتبتسم. أمر آخر أثار العديد من الجدل لدى المؤرخين هو هوية الموناليزا، فقد تعددت النظريات والافتراضات، وبينما يتفق العديد من المؤرخين أن السيدة التي في اللوحة هي في الحقيقة ليزا جيرارديني زوجة التاجر فرانشيسكو ديل جيكوندو، إلا أن العديد يشككون في هذا الأمر، بل إن الأجر الذي تلقاه دافنشي مقابل رسم الموناليزا غامض أيضا، كما أن الزمن الذي استغرقه في رسمها غير معروف تماما، فبينما يعتقد الأغلبية أنه استغرق 7 سنوات في رسمها، إلا أن البعض يشككون في الأمر. يتضح مما سبق أهمية لوحة الموناليزا في الوسط الفني، لذا أردنا في هذا الفيديو تسليط الضوء على ليوناردو دافنشي الذي قام حين رسم الموناليزا بإدهاش العالم بأسره، وما زال الأمر على حاله حتى يومنا هذا.